السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم حلوى اللي كتجي لذيذة بزاف ومكونات جد اقتصادية وكتخرج لنا كمية وفيرة. نتمنى تتبعوا الفيديو، ولا كنتوا اول مرة كتشاهدوا القناة ديالي كندعوكم تشتركوا فيها بالضغط على الزر الاحمر وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد القناة، شو المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. هنا عندي كاس ديال الزيت، كاس ديال السكر كلاسي، عندي 3 ديال البيضات، عندي خمارة، عندي رشة من الملح، وعندي فلون ديال الكراميل، وعندي الدقيق. غادي نعبروا معكم ان شاء الله شو طريقة التحضير. غناخد اناء اللي غادي نخلط فيه وغندير فيه البيض، نضيف عليه الملح ونضيف عليهم سكر كلاصي ونخلط الكل جيدا. من بعد ما ندمجوا ليا المكونات اللي عندي غادي نضيف عليهم الزيت وغنضيف عليهم فلون ديال الكراميل اللي كيعطي الحلوة ديالي واحد البنة لذيذة. وغنضيف عليهم خمارة وغنعبر معكم بدقيق بكاس ديال العنبة. غنبدا بالكأس الأول يكون ما عامرش بزاف ونخلط مزيان. وغنضيف الكأس الثاني من بعد ما خلطتهم مزيان غادي نحيد الطراب ونكمل بيديا وغنضيف عليهم الكأس الثالث. وغنضيف عليهم الكأس الرابع وغنضيف عليهم الكأس الخامس. كيف ما كتشوفوا من بعد ما جمعت لي العجينة غادي نقلبها باليد اليسرى، دائما عبروا العجينة شوفوها واش كتلصق باليد الاخرى اللي ما كنعجنوش بيها. غناخد لاطون ونبدا نشكل في الحلوة ديالي على هذا الشكل، يكونوا كويرات متوسطين حيث من بعد ما غادي ندير وسط منهم الغلاقة غادي يزيد كبر الحجم ديالهم. غنكمل على هذا الشكل حتى نكمل اللاطه الاولى. من بعد ما كملت اللاطه الاولى غادي ناخذ هذه الغلاقه ولا القطاعه ديال الشباكيه ونديرها في الدقيق ونبدا نشكل ثقوب على الحلوه ديالي على هذا الشكل. من بعد ما كملت اللاطه الاولى انا هنا راني مشعل على الفران يسخن، غادي ندخل ليه اللاطه حتى تطيب ونهبطها باش تحمر على عافيه متوسطه. هنا من بعد ما دخلت اللاطه للفران وداز 3 ديال الدقائق غادي نعاود نخرجها ونعاود نضغط على هذوك الثقوب ونرجع اللاطه للفران باش تكمل الطياب ديالها. من بعد ما طابت الحلوى غادي نخرجها من الفران وغادي نخليها باش تبرد ونمشي نحضر معكم نيسلي كراميل. بسم الله على بركة الله. هنا عندي جوج كيسان ديال الحليب، عندي كاس ديال السنيدة، معلقة مع مراش ديال المايزينا ومعلقة كبيرة ديال الزبدة. شو طريقة التحضير؟ غندير الحليب باش يدفى، غناخد مقله تكون ما كتلصقش ونخوي فيها السنيده
وما نحركهاش حتى تبدا تذوب. كيف ما كتشوفوا من بعد ما بدات كتذوب السنيده غادي نبدا نحرك، ما نتوقفش على التحريك حتى كنتاكد بان هذيك السنيده كلها دابت. وغنضيف عليها معلقه ديال الزبده وغادي نحرك مزيان حتى كتجانس لي هذيك الزبده مع السنيده. وغنضيف عليهم الحليب اللي يكون دافي من قبل، وغادي نخلي واحد شويه ديال الحليب ونضيف عليه مايزينا. ما نتوقفش على التحريك نهائيا حتى كتذوب لي هذيك السنيده اللي تحجرات. كيف ما كتشوفوا من بعد ما ذابت هذيك السنيده اللي تحجرات غادي نضيف عليهم الحليب اللي درت معاه النشا وغادي نحرك مزيان. فهنا كيبقى لك الاختيار، الا بغيتي اللون ديالو يكون غامق كتواصلي في التحريك حتى كتوصلي للون اللي بغيتي. كيف ما كتشوفوا فينيس الكراميل راه وجد، صافي غادي نطفي عليه البوطه. غادي نخليه باش يبرد. فتزين غادي نحتاج فيه كاوكاو، غادي نحتاج فيه معلقه كبيره ديال الناباج ومعلقه كبيره ديال الجليكوز. غناخد الناباج وندفع عليه الجليكوز وغنضيف عليه 3 المعالق ديال نسلي كراميل اللي حضرت معاكم، وغادي نحرك مزيان حتى يتجانسوا ليا مع بعضهم. وملي تكمل ليا هذه الكميه نعاود نخلط. من بعد ما خلطتهم فهما كيجيو على هذا الشكل. ندوزو باش نزينو الحلوه. كناخذ الحلوه وندهنها من الجوانب ونديرها في الكاوكاو، ومن الوسط كندير لها داك الخليط ديال نسلي كراميل والناباج والجليكوز. كيف ما كتشوفوا فغنكمل على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالي. كيف ما كتشوفوا فهي كتخرج كميه وفيره، كتخرج 85 حبه وكتجي لذيذه لذيذه بزاف. نتمنى تجربوها واكيد اكيد غادي تنال الاعجاب ديالكم. ونتمنى تخلوا لي لايك وتشاركوا معي في القناه اللي مازال ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد القناه، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع العائله ديالكم والاصدقاء ديالكم. شكرا على حسن المتابعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.